بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. وهو الحكيم الخبير. وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وهو الرحيم الغفور. وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة. قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة. أفترى على الله كذبا أم به جنة. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض. إن
نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إن في ذلك لآية لكل عبد منيب إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم
بجنتيهم جنتين فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إن في ذلك لآيات لكل صبار ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم حتى
قالوا الحق قالوا الحق وهو العلي الكبير وهو العلي الكبير.